أيمن البوصي صارت عندك، نلت الميدالية الذهبية باستديو الفن، بس مش دايما استثمرت صح بنفسك. شو ناقصك لتنجم أكتر؟ أنا سعيت من قلبي طبعاً، كنت بتمنى يكون في إدارة بس تعاونت معهم أعطيتهم أكتر. بس شو اللي منعك ليكون عندك إدارة؟ شخصيتي شو شخصيتك؟ ما بحب هيك، بحب أنا أكون كل شيء أنا. ما بتحب يعني حدا يكون عم بيدير أمورك؟ بتمنى كنت أنا كل حياتي مع روتانا طعنت، بدك تعتبري ظلمتك؟ طبعاً أكيد لازم يكون بمحل أنا أفضل، بس أنا بيني وبين جمهوري ما بينقصني شيء عن أي نجم تاني يعني. طب شو أصعب درس علمتك إياه 20 سنة بالفن؟ ما تعطي شيء قيمته المضبوطة يعني، كنت أنا كنت تعطي شيء السلشق يعني إنك تركز أكثر. لا السلشق يعني ما أعطي كثير كنت تعطي قيمة وأهمية لشيء، ما أعطي قيمة لأشياء. أوكي السلشق يعني مع استهتر بال يعني، كان لازم أعطي الموضوع أهمية أكثر. أها عرفتي كيف؟ لشو كنت ما تعطي أهمية؟ لأني كنت بدي أعيش حياتي الشاب اللي ما بيغني يعني، الإنسان العادي والإنسان الفنان مش مشهور هذا أنا بطبيعتي، وهيك بحب وما زلت وهالشي أنا ما بحبه كتير بحياتي. والفن والناس طبعا في ناس بتحب التبجح وال وإنه بين إن أنا لا ما لعبتها يعني، عرفتي كيف؟ فالناس بتقول لي ايمن لازم تعيش اكثر فنيا، انا ما بدي، انا اللي بعتبره انا النقص هو باداره الاعمال، وان شاء الله الله بقدر اعود ان شاء الله صحتي وصحتكم تضل بالف خير، اقدر اعود هالفتره الزمنيه يمكن ثلاث اربع سنين او خمس سنين اللي قصرت فيها شوي، بس الحمد لله موجود والاعمال الجايه حتثبت. ولو انا بحس في اي خساره فنيه لايمن زبيب او اني استسلمت، كوني اكيد انا هلا ماني موجود. كنا موجودين يمكن بغدا بعشاء بسهرة أنا وياكم، بس مش عبر لقاء تلفزيوني، كنت رفعت الرأي البيضة يعني. الله يخلي لك صحتك وصوتك. ميرسي حبيبتي سلمى، وصلت المسج.